مستمرين معاك من جديد كابتن ايمن شوقي، كل كابتن الكبار، كل جمهور النادي الاهلي. سريعا بقى نروح للكابتن سامي قمصان مدرب فريق النادي الاهلي اللي هنبارك له وهنهنيه النهارده على الاداء. مبروك يا كابتن سامي، فوز مهم جدا، وبناكد في كل مره ما بتطلع من مباراه صعبه جماهيريا واداء بتبقى محتاج تركيز اكبر وشغل كمان من الجهاز الفني اكبر للمباراه الثانيه. الحقيقه كالعاده على قدر المسؤوليه اللاعبين، نتيجه كبيره 3-0، حطينا في الاجواء، قيمنا المباراه النهارده ونشوف الاداء النهارده ازاي يا كابتن. طبعا تحدي كابتن ايمن وضيوفه، طبعا مبروك طبعا النادي الاهلي، مباراه مهمه جدا بالنسبه لنا. ممكن المباراة دي دايما تبقى فيها يبقى فخ كبير جدا، يعني خصوصا بعد مباراة كبيرة وقبل مباراة كبيرة برضه. يعني فالراجل حذر كتير من المباراة النهاردة. فرقة المحلة فرقة مميزة، بيلعبوا بشكل مميز وعاملين نتائج إيجابية. حتى آخر مباراة بالنسبة لهم مع الاتحاد كسبوا 2-0 وعملوا ماتش كويس يعني. فأعتقد كانت مباراة مهمة بالنسبة لنا وثلاث نقاط مهمة. أعتقد الحمد لله نتيجة وأداء وشكور، أعتقد الحمد لله نتيجة مرضية لينا وتدينا ثقه طبعا قبل مباراه كبيره زي مباراه بيراميدز اللي جايه ان شاء الله. مباراه بيراميدز اللي جايه خلاص هي الحديث دلوقتي والتحضير ليها من اللحظات دي يا كابتن سامي. انت عارف فريق كبير محترم، منتظرين كمان جمهورنا. التحضير هيتم ازاي لان الوقت قليل خلاص عندنا، كل الفتره اللي جايه وقت قليل جدا. الجهاز الفني هيتعامل ازاي مع مباراه كبيره جدا بحجم قيمه نهائي كاس؟ مباراه كبيره ونهائي كبير، لكن طبعا بالنسبه لنا طبعا يعني وجود الجمهور هيبقى دافع كبير لينا ودينا ثقه كبيره زي ما حصل في ماتش الهلال. اعتقد جمهور النادي الاهلي دايما بيدينا دفعه كويسه. بطوله مهمه بالنسبه لنا، مرتبطه ببطوله اكبر سوبر. فاعتقد الحمد لله اللعيبه مركزه وعندها دوافع كبيره وعندها ثقه كبيره جدا في نفسها وفي جمهورها اللي هيبقى فيه دعم كبير. فان شاء الله تكون حاضرين، ان شاء الله موجودين بشكل كويس ونقدر نحقق بطوله، ان شاء الله تكون البطوله الثانيه لينا ونقدر نستعد ان شاء الله للبطولات اللي جايه. دعم الجماهير الكبير جدا الحقيقه كابتن سامي، يعني غير مشهود، بنشوفه من فترات كبيره جدا ومنتظرينه كمان في مباراه بيراميدز. مردوده على الجهاز الفني ازاي ومردوده على اللعيبه ازاي؟ لان على ما اعتقد الاجواء دي يعني بتبقى موجيه وبتخلي كل لعيب عايز يطلع اللي عنده كابتن. يمكن الراجل اتكلم في النقطه دي كتير جدا، يعني هو دايما كان بيقول بسمع عن جمهور النادي الاهلي وعظمه جمهور النادي الاهلي. يعني يمكن الماتش اللي فات كان مردوده كبير جدا يعني، ومردود الجماهير علينا كان كبير جدا يعني، نتيجه واداء الحمد لله. فاعتقد الحمد لله النادي الاهلي يعني بوجود الجماهير بيمثل قوه كبيره جدا، يدينا دوافع كبيره جدا يعني، وتحمس اللعيبه وتحطك في اجواء طبعا زي اجواء اوروبيه زي ما بقول يعني. فاعتقد الحمد لله اتمنى وجودهم، استمرارهم معانا ودعمنا دايما، واعتقد ان شاء الله يكون مردود كويس لينا باذن الله. اخيرا البطل بيقابل اي حد؟ خلاص الرجاء تم تحديد هذه المواجهه. الجانب النفسي مهم جدا، هي لسه المباراه بعيده شويه، لكن على ما اعتقد ان كل النهارده هيفكر في هذه المباراه لحظات، لان خلاص الامور كلها اتضحت. كيف يرى الكابتن سامي تحديدا هذه المباراه، المباراتين، لان المباراه اللي هنا هتكون صعبه واللي هناك هتكون اصعب كابتن؟ يعني بطوله افريقيا كل الفرق اللي تاهلت اعتقد عندها خبرات كبيره ويمكن من سنين كبيره جدا، هي معظمهم بيبقى نفس الفرق اللي موجوده في دور الثمانيه. لكن زي ما قلت لك يعني تركيزنا دلوقتي مهم جدا يعني على بطوله كبيره بالنسبه لنا كاس مصر. بعد كده ان شاء الله نستعد كويس بقى ان شاء الله الرجاء، وان شاء الله لحد المباراه اللي قبل النهائيه ولحد المباراه النهائيه باذن الله. لكن في الاول يعني تركيزنا ان شاء الله على مباراه الكاس باذن الله. شكرا. جزيلا بنشكر اكيد كابتن سامي قمصان وكل لاعبي النادي الاهلي والجهاز الفني، لكن في هذه اللحظات عوده ليك والكابتن ايمن شوقي.